بحفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام، شوطنا الرابع عشر ينطلق هذا الشوط الذي خصص ايضا للجعدان. نسير مع المقدمه والبدايه، ناخذ المركز الاول شاهين محمد بن سلطان بن مرخان يسيطر بمقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني شاهين علي بن غريب بن راشد، ولكن هناك الوصول والتقدم من قبل شاهين للشرقي بن حموده بالزفنه، بدا يتحرك على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد فيه شاهين، بينما المركز الرابع ايضا الحاضر القفاي سالم بن راشد بن غدير يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الحاضر في شاهين احمد بن سالم بن حوته على المركز الخامس. هكذا التحدي والمنافسة، نعود إلى مقدمة الشوط. نعود مع مقدمة الشوط ونعود مع البداية الأولى ومع المركز الأول. هناك السيطرة مشاهدينا الكرام، التحدي والقيادة اللي على بداية هذا الشوط للسيد محمد بن حماد بو خرايط العامري، منفرد انفراد تام تقود الصدارة مندفعة بناموس هذا الشوط. أيضا بينما أيضا شاهين اللي مندفع بهذا الشوط يقود الصدارة، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين علي بن غريب بن راشد الاكتبي، والمركز الثالث سيد حمدان بن محمد بن مروشد. ولكن عودتنا إلى قيادة الشوط،
عودتنا إلى الصدارة والمقدمة بالمركز الأول والتحدي الأول. الله يا سلام، ها هو شاهين على مقدمة الشوط يسجل هذا الحضور. تهانينا والناموس لسيد محمد بن حماد بو خرايط. سلام بو سعيد، سلام على هذا الأداء الذي يقدمه شاهين في هذا الشوط، وشكرا يا سليم القوشري على هذا التفوق. تهانينا والناموس للسيد محمد بن حماد بو خرايط. المركز الثاني وصل في شاهين علي بن غريب، أما المركز الثالث السيد عبد الله السيد مبارك بن عبد الله بن سويدان. أما التوقيت 5:07.